هل تواجه مشكلة في الحصول على المياه في الثلاجة ذبابين متقابلين؟ حسناً، من الممكن أن يكون الأمر بسيطاً بما يكفي لك لإصلاحها بنفسك دون الحاجة إلى الاتصال بالدعم الفني. ما عليك سوى التأكد من إغلاق كلا البابين، لأن الموزع لن يعمل إذا كان الباب مفتوحاً. والآن دعنا نعرف الأسباب الشائعة لعدم تصريف المياه بشكل صحيح وكيفية إصلاحها. قد يكون الهواء محتبساً إذا كانت ثلاجتك تم تثبيتها حديثاً أو توصيل خط المياه مؤخراً أو إذا قمت مؤخراً باستبدال الفلتر أو إزالته. يمكنك إزالة الهواء عن طريق الطرد من النظام. هذه الطريقة المناسبة للقيام بذلك. ستحتاج إلى تصريف 5 لترات من الماء من الموزع تقريباً. لا تقم بتصريف 5 لترات بالكامل باستمرار في دفعة واحدة. اضغط على كبسة الموزع واتركها لعدة مرات بالضغط لمدة 30 ثانية والترك لمدة 60 ثانية. سيستغرق ذلك حوالي 3 دقائق. سيؤدي القيام بذلك إلى طرد الهواء المحبوس والملوثات من النظام. يكمن سبب آخر لعدم توزيع المياه في قفل لوحة التحكم. عند قفل لوحة التحكم الموجودة داخل الثلاجة، يقفل هذا الإعداد كلاً من لوحة التحكم وموزع الثلج والماء. هذا لمنع الأطفال من اللعب بالموزع أو الإعدادات. لذا، لفتح هذا القفل، فقط اضغط مع الاستمرار على زر القفل بلوحة التحكم لمدة 3 ثوانٍ. تأكد كذلك من ضبط الموزع على توزيع المياه. كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر في المنتصف لتوزيع المياه. الزر الأيسر لمكعبات الثلج والزر الأيمن للثلج المجروش. إذا كان ثلاجتك تبدو أنها تعمل بشكل صحيح، يجب عليك فحص مصدر المياه الخاص بك. تأكد من توصيل ثلاجتك بمصدر المياه في المنزل وأن الصمام مفتوح بالكامل. تأكد أيضاً من إذا كان الأنبوب المتصل بالثلاجة ملتوياً. من الممكن أن يلتوي الأنبوب أثناء تثبيت الثلاجة أو تحريكها. عليك إصلاح خط إمداد المياه أو جعله مستوياً حتى يتدفق الماء بشكل صحيح. من الجيد تثبيت الأنبوب لمنعه من الالتفاف. وصلنا إلى نهاية مقطع فيديو اكتشاف الأعطال وإصلاحها بخصوص عدم توزيع المياه. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أو بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يرجى التواصل مع مركز خدمة LG.